واللقاء الذي احتضنه ملعب العقيد لطفي بتلمسان ندخل من هذه الكرة لغازالي هذا اللاعب الذي سجل هدفين في الجولة الماضية أو ما قبل الماضية في مرمى وداد أو مولودية الجزائر. محاولات غازالي تعددت بعد ذلك للوصول وكانت خطيرة جدا، لكن لم يكن ذلك لوداد تلمسان. إلى غاية الدقيقة 56 من اللقاء، إذا الوداد انتظر إلى غاية هذه الدقيقة للوصول لمرمى عزيون. كان بعد هذه المحاولات الخطيرة والرائعة جدا لولا براعة توفيق عزيون لأنقذ مرماه من أهداف محققة في العديد من المرات كانت هذه الركنية من خلالها يتمكن اللاعب بشيري من تسجيل الهدف الأول كما قلت في الدقيقة 56 اللقاء بالكيفية التي شاهدناها. إذا الهدف الأول لصالح وهذا علم الجزائر محرز يدل على الكثير قبل 14 نوفمبر. إذا هذه الإعادة لهدف بشيري في مرمى الجمعية الخروب. إذا وداد تلمسان يحاول تعزيز النتيجة لكن لم يكن له ذلك، هذا ما فتح المجال بعد هذه الكرة وبطريقة لم نكن ننتظرها تماما. جمعية الخروب تعدل النتيجة، كان بالتحديد دقيقة 8 من اللقاء وهدف لهدف يؤجل اعتلاء وداد تلمسان المركز الثاني مؤقتا. في المقابل نقول محرز أنها استفاقة لجمعية الخروب كما ذكرت لباتي حقق نتائج ممكن تحسب لصالحه في هذه الأونة الأخيرة.